السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بيكم في يوميات ام زياد. النهارده معانا فيديو حماسي، فيديو قوي، فيديو من العيار التقيل، لان النهارده حلقه مش عاديه. ده فيديو الاصاله، فيديو الحب، فيديو العقل. الفيديو بتاع النهارده خطير، بيتكلم خطير عن الحب والرومانسيه والوفاء. اه والله، والاصاله والحاجه الجميله. يعني ليه بقى احنا بنقول الرومانسيه والحب والوفاء والحاجات اللي هي اللي يعني مش موجوده كتير في الايام دي؟ مستخدمها اليومين دول والله فعلا. المهم يا حبيبنا، انا النهارده بعد ما رحت الشغل وخرجت، نعمل بشكر فضل الحمد لله رب العالمين، وجيت واتغديت وريحت شويه وبتاع، ونزلت قعدت مع الحاجه والدتي، فطبعا بدردش معاها شويه كده وبتاع، كلام جاب بعضه، الذكريات القديمه والحاجات، والوالده الله يرحمه والسيره الطيبه والجميله بتاعه. قالت لي بص بقى، انا عايز اقول لك على حاجه، ربنا يديها الصحه ويبارك فيها، حاجه عزيزه عليا قوي جدا جدا جدا، يعني الشيء اللي هو قدامكم ده حاجه من الحاجات اللي هي عزيزه على والدتي جدا جدا. انا عارفه ان انتوا هتندهشوا اول ما تشوفوا الحاجات دي، في ناس هتبقى عارفه قيمتها وفي ناس هتقول لك ايه الحاجات دي ومش عارفه ايه، ممكن تتريق وكده. بس لا يا جماعه، الحاجه اللي جوه دي مش بتمنها كفلوس دلوقتي، هي دلوقتي كحاليا حاجات اثريه. بس كمعنويه حاجات لها معنى عند الناس اللي عارفه، عند الناس اللي عارفه يعني ايه حب ويعني ايه اخلاص ويعني ايه وفاء ويعني ايه اصلا ان يعني هي تحتفظ بحاجه اسمها ذكريات. نعم والله يعني. فطبعا ايه، انا عايزه بصراحه، انا ليا ذكريات كتير معاك يا ابو زياد. اكيد 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 طبعا، ربنا يخليك لي. احنا كنا عايزين نوري حبايبنا الحاجات الجميله اللي معانا هنا دي. طبعا، امال احنا عاملين الفيديو ليه؟ ماشي. علشان نعلمهم يعني ايه الوفاء. احنا النهارده جايين في الحلقه دي اصلا عشان ندرس لكم، نعرفكم يعني ايه الوفاء ويعني ايه الحب ويعني ايه يعني يعني الناس الكبيره دي. لا، الناس الكبيره دي لها طريقه بتحب بيها، والجيل بتاع دلوقتي ليه طريقه تانية. بس الطريقه بتاعت الجيل اللي هو حاليا بتاع الدباديب والورد بقى والحاجات اللي احنا فاهمينها دي، اللي هي ما بتاكلش عيش قوي دي، يعني وقتها كده وبتعدي. لكن الناس بتاعت زمان، الناس بتاعت زمان ما شاء الله عليها فعلا، الحب بمعنى الكلمه، الوفاء، الاخلاص، يعني حاجات كده. يعني انا بتعلم من الناس الكبيره، فيا ربي كتير كتير قوي. ماشي، طب بسم الله كده. ماشي، خايفه منهم. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بلاش، افتكروا ان قلت له بلاش. لو عايزين تتريقوا ولا تعيبوا ولا تقولوا حاجه، قولوا ابو زياد، عشان هو اللي صمم على الفيديو ده، انا ما كنتش هعمله. لا خلاص، انا ايه، اتكل على الله. ماشي، هيتفاجئوا. غمضوا عيونكم علشان ما تتصدموش. يلا ماشي، الفيديو بتاعنا الجميل اهو ما شاء الله، يعني تزيير ميه. طبعا كلنا عارفين من عصر الحجري بالظبط كده، بقاله 48 سنه حقيقي. 48 سنه، يعني انا كان عمري حوالي كده تقريبا، ممكن 3 سنين او 4 حاجه زي كده. طبعا ايه، يعني بصراحه ربنا هو زي ما انتم شايفين، حتى معالم الزير اختفت، كل اسمنت وحاجات، يعني كان كل ما يتخرم ولا يبوظ حماية الله يرحمه، يروح جايب اسمنت ويروح عامله يرمه كده زي ما بيقولوا ايه بالطريقه بتاعتنا. احنا ماما اللي هي حماتي، يعني عشان ايه انتوا فاهمين انا بتكلم على مين، اللي هي حماتي، اللي هي والده ابو زياد. طبعا لما ادتنا الزير ده، عايزانا يعني ايه، وصتنا عليه، هي الحاجات دي كلها اديتها لنا ووصتنا عليها ان احنا ايه لانها عندنا يعني ونحافظ عليها وكده. فالمهم ايه، فكره الزير ديت ان هي مديها لنا عشان ايه، نقتنيها، نحافظ عليها، نحافظ عليها. فاحنا طبعا مش محتاجين الحجم ده كله طبعاً، ده ولا الزير ولا بنحط فيه ميه ولا الكلام ده خالص، لان دلوقتي بقى فيه كولمان وتلاجه وبتاع، العيال نفسها يعني، وهينقط ميه ويبهدل الدنيا. فاحنا عايزين تشاركونا فكره حلوه، ايه التصرف فيه ونعمل فيه شكل، هنحتفظ بيه زي ما هي طلبت مننا، بس في نفس الوقت ايه، يعني احنا عايزين نعمله كشكل ديكور ونحطه في الشقه، في جزء كده في الشقه، بس يبقى على شكل ديكور، مش الشكل اللي هو الزير زي ما انتم شايفينه كده. لا يعني مثلا نجيب الوان، نجيب زينه، نجيب يعني نحاول نزغرفه بمعنى اصح، نسيبه على طبيعته يعني شوفوا. فاللي إيه؟ عنده اي فكره ابتكار يقدر يساعدنا في الموضوع ده يعرفنا. ده بالنسبه للزير، للجسم الخارجي. عايزين بقى نعرف الحاجات بقى اللي جوه. طيب ماشي، الاولانيه بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كده احنا معانا سلطانيه من السلاطين القديمه قوي، السيني بقى اللي هو بتاع يعني الجيل القديم. بصوا يعني ايه، ميه الدهب يعتبر، زي حتى ليه ميه الدهب، هي قديمه صحيح بس اثريه، يعني اثريه اثريه. ماشي، ايه محتوياتها بقى، فيها ايه، فيها حاجات كتيره يعني ما شاء الله.
اول حاجه سبحه خشب ابانوس حاجه يعني ايه من صحيح قديمه بس جميله يعني. دي حاجه ساعة الجيب بتاعت والدي رحمة الله عليه وشغالة ما شاء الله يعني. حاجة أثرية جميلة جدا دي تقريبا الجوفيا دي تقريبا دي فضة يا بجد؟ انا كنت دايما اسمع الغلاف الخارجي فضة بابا الله يرحمه بابا كان دايما يقول ان دي فضة وكان يطلعها كده من العباية هي كان لها اقطام بس بصراحة ربنا يعني مش عارف الاقطام ده فين بصراحة فاهمين انتوا بقى الجيل بتاع زمان بقى والساعة اللي بالتكتك دي ماشي وده دول 11 حباية فاروز رز اخضر طبيعي دي لما كنت بولد او مثلا كنت اطهر الصبيان ولا حاجه كانت حماتي تعملها زي على هيئه كده غبشه ولا حاجه وتشبكها من تحت الهدوم تقول لي دي بتداري العين والحسد ولا واحده تتكبس ولا الحاجات اللي انتوا فاكرينها الحاجات الجميله دي يعني ايه؟ فالحاجات دي محتفظه بيها ما بتفرجش فيها الفكر يعني دي ولاعه بتاعت زمان خالص كده معرفش ايه رومس دي ولا زبان معرفش المهم ايه معرفش يعني انت متعرفش انا الحرف ماشي ماشي ودي برضو بعض الصوص وحاجات ايه حب كده عقيق وحاجات زي كده حاجات من اللي هي بتاعت زمان برضو الحاجات دي عزيزه جدا معرفش يعني معرفش ايه حته الحجره دي كده برضو لقيتها في وسط الحاجات برضو قديمه خالص كده بس يعني ايه لها ذكرى او حاجه زي كده يعني السلطانيه هي بتاعت الغطا عامله ازاي؟ ده يعني من زمن الزمن دي خشية 65 سنة كده متهيألي يعني ماشي الحاجة التانية اللي انا جيت عليها وقلت ايه طبعا انتوا كنتوا سمعتوا محدش يتريق يعني اللي هيتريق هنزعل منه كنتوا انتوا سمعتوا قبل كده ان في ايه الوابور اللي عليه ثلاث اهرامات ومش عارف ايه وعش الخفاش وانا قلت هو ده هو ده طبعا بصيت فيه طبعا ماليش الاهرامات ولا غيره حاجه سريعه صحيح برجل واحده بس ايه شاركونا حاجه من زمن يعني ممكن الزمن. ايه نزغرفه ونعمله اي حاجه نحط تحفه زينه حاجه ابو زيد كان بيقترح عليا ان احنا نشيل الجزء ده بحيث ان هو يبقى رجل واحده ونزينه بقى كده ومثلا ممكن نعمل رف هنا في الريسبشن ونحط عليها ايه كشكل ديكور يعني يبقى احنا احتفظنا بالحاجه بس على شكل ايه يعني غيرنا فيها بس للاحسن بحيث ان احنا ايه يعني نبقى قابلين الحاجه تبقى موجوده ظاهره ما تبقاش مختفيه مثلا تحت سرير او في دولاب او على الدولاب انتوا فاهمين فبرضك قولوا لنا رايكم في الموضوع ده دي حاجه اثريه دي معقوله الحاجه الثانيه طبعا احنا استاذنا ماما ان ابو زياد قال لها ان احنا نفتح الحاجات ديت وهنوريها يعني للناس وكده وهنوريهم ذكرياتنا والحاجات وكده وهي وافقت قالت له عادي مفيش مشكله احنا عايزين نعلم الجيل والله دي اجنده بتاعت والدي الله يرحمه مكتوب بقى فيها ذكريات بقى وحاجات ما تفتحهاش من جوه عشان فيها حاجات خاصه 1969 حماية يا جماعه كان من النوع اللي بيحب يكتب ذكرياته هو حماية حاجات جميله يعني فيها ما شاء الله يعني حاجه صحيح قديمه قوي صحيح بس ذكريات بقى ودي برضو بعض شايفين بقى المحفظه بتاعت زمان ولا ده اجراب بس انا ما عارف ايه معنى بس هي سوست اهي محفظه كده برضه وفيها حاجه بص رقم ده ولا ايه شويه حاجات كتير خلاص مش لازم تطلع الاوراق لو فيها صوره هات نوريها له ده هي فيها ايه ده فينا جواز سفر قديم اهو باين ولا دي نوتة ده نوتة طب خلاص سيب الاوراق حاجات بقى تخص البيت المهم هي حاجات هي عائلية قديمة قوي يعني بتاعت الولد يعني الله يرحمه هسيب الجواز ومش عارف ايه وحاجات زي كده ذكريات قديمة قوي الله يرحمه ده حاجة تانية بقى ايه شايفين يا جماعة هو ده الوفاء هو ده الحب الناس ان هي بص حاجات يعني ممكن لو احنا شفناها دلوقتي احنا جاجلنا والجيل اللي هو بعدنا مش ان احنا سن التلاتينات لا الجيل بقى اللي هو ايه سن العشرينات دلوقتي وال 18 والكلام ده يعني لو شوف الحاجات دي اصلا مش هتبقى بالنسبه لهم حاجه وهيرموها في الزباله لكن شفت بالنسبه للناس بتاعه زمان الحاجات دي لها قيمه ليه تقول لك ديت بقى كان جوزي جايبها لي هديه دي مش عارفه ايه فالموضه طلعت جديد وحاجات ابتكرناها لكن مع ذلك رغم كل يعني كل التطورات اللي حصلت رغم ده كله الحاجات دي لها معزيه تانية وقيمه تانية عند الشخص ده الراديو ده فيه زراير موجات يعني ايه
موجة ايه؟ زرار موسيقى حاجة. ايوه دلوقتي بقى في كمبيوتر في اسطوانات حاجة تانية. سبحان الله اللي اغرب من ده اليد بتاعته فضة بقى وفيصة. اليد بتاعته فضة. الجزء ده مسامير مصل ذهب بتاع ده فضة. اليد بتاعته فضة. فضة نظيفة يعني مش ما شاء الله يعني حاجة حاجة ذو قيمة يعني. راديو اسر قوي. وهذا برضه راديو توشيبا قديم قوي كان الوالد رحمة الله عليه كان بيحب الإذاعة قوي يعني. بس ده شغال بتهيألي. فيعني ما شاء الله يعني برضه حاجة أثرية قديمة قوي قوي يعني. طبعا احنا بنوريكم الحاجات دي ماشي على أساس إيه؟ يعني مدى الوفاء والذكرى ما شاء الله يعني. ربنا يبارك في والدتي ويديها الصحة وطول العمر. أي حاجة بسيطة ممكن وجهة نظر أي حد أو حاجة زي كده، ولكن سبحان الله يعني الحب والإخلاص والوفاء وما شاء الله يعني فدونا بقى. ايه نعمل في الجزيرة الجميلة؟ حط نلعب فيه الناس ولا نعمل فيه ولا نزرع فيه ولا حط فيه بالظبط؟ لا احنا ممكن بص نجيب له بوية. لا بوية مش عارف هما يقولوا ان هما هيفيدوهم. هما اكيد برضك لهم نظرة يعني، معظم الناس بتبقى لها نظرة في حاجات زي كده وبيبقوا غاويين كمان التحف والحاجات ديت، فاكيد هيفيدونا ان شاء الله باذن الله. انا بتهيألي الحاجة اللي بعدها 100 سنة بيبقى اصح. دي بالظبط يعتبر حاجات اثريه ده كله يعني ما شاء الله، لان الحاجات دي اصلا مش هتلاقي منها دلوقتي الا نادر بقى وقليل بقى 50 سنه على ما اعتقد يعني. يا رب يكون الذكريات الجميله والحاجات الحلوه دي عجبتكم كده يعني ما شاء الله. طبعا المغزى فيها ان بس اهم حاجه اللي يدينا وصفه ولا حاجه تكون حاجه يعني ديت حماتي موصيانا على الحاجات دي كلها، فاللي يدينا معلومه يديها لنا يعني نحافظ عليها وننفذ بالوصيه وكده ايه تبقى حلقتنا خلصت. لا لسه ما خلصتش يا مزيان. ما خلاص الزير خلص يعني لازم احط في الزير يعني. ايه ده ايه ده العلبه دي انا بشبه عليها الحاجات دي بتيجي كده من عند مكان غريب. ايه ده انت جايبه الميليه؟ ايه رايك؟ جميل الحمد لله. ايه رايك؟ ايوه طبعا يا حبيبنا دي انا هديه جايبها لام زياد. طبعا هي ربنا يبارك فيها تعبانه يعني بما فيه الكفايه معايا وانا قلت يا ابو ايه يعني جاب لها حاجه كده ما ننساهاش في الجو الجميل ده يعني. يا كسوفي احنا بنعمل حاجات للذكريات. ما دي برضه ذكريات. ده لما بنتزنق بنبيعه. ده لما بنتزنق بنبيعه. لكن احنا كنا عايزين حاجات نعيشها كده للذكريات. ازازه البرفان، البرفان يخلص نعمل الازازه. ازازه طاقه الكاسه تبقى رائعه. انت بقى لو تصرفت في البتاع بخلي العلبه. ماشي يا رب. اتصرفت في البتاع خلي العلبه. يلا يلا طبعا على حبيبنا كده تعيشوا وتجيبوا دايما. رب يكون الفيديو عجبكم وما تنسوش بالافكار الجميله وشاركونا كده وقولوا لنا ايه رايكم فدونا بقى في الموضوع ده، عشان طبعا الحاجات دي غاليه على والدتي ربنا يديها الصحه ويبارك فيها. وقولوا لابو زياد تعيشوا وتجيب له من زياد. ماشي يلا. هجيب حاجة. لا الدبلة عريضة. طيب خلاص انا المفروض تبقى تحت. لا المحبس فوق الدبلة تحت. يلا تعالى شوف جيب لي يا ابو زياد. يلا في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا ما تنسوش الاشتراك واللايك وكل حاجة الحلوة اللي انتوا بتحطوها لنا ان شاء الله. يلا السلام عليكم.